السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة جديدة مختلفة، سهلة وبسيطة جدا واقتصادية جدا جدا، يعني بإذن الله هتعجبكم ان شاء الله. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس، وما تنسوش بالله عليكم تدعوا لبنتي بالشفاء، ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، مرضى الأمة العربية كلها يا جماعة عشان محدش يزعل. يلا بينا نبدأ مع بعض وصفتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأكلة اللي أنا هعملها دي أو الوصفة اللي أنا هعملها دي يعني وصفة، مش الوصفة دي وصفة أسبانية مش وصفة مصرية خالص، عشان محدش يقول لي اختراعات وافتكاسات ومش عارفة ايه. لا، الوصفة دي وصفة أسبانية هوريها لكم بإذن الله هتعجبكم. أنا أول مرة هجربها بصراحة، فقلت أجربها معاكم ونشوف كده شكلها هيكون عامل ازاي وطعمها كمان. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة طبعا من غير ما أقشر الخيار عندي، هعمل ازاي؟ همسك الخيار كده طبعا كالمعتاد، زي احنا ما بنشيل منه الجزء اللي فوق واللي تحت، ونبدأ نقسمه كده. انت براحتك، لو انت حابة ان انت تقسميه على البلانشة مفيش مشكلة، بس يعني انا حابة اخده كده بالطول على البلانشة اهي، ودي كده اهو عادي جدا. بصوا سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. تبداي تاخديها كده، هجيب بس كده احط فيه ده. عشان ايه؟ نعرف نشتغل براحتنا. خليكم انتوا هنا ونبدا ناخدها كده بالشكل ده للاخر، وانا حابه اقسمها بالنص. لو انت مش حابه تقسميها بالنص مفيش مشكله. شايفين طبعا عامله ازاي؟ احنا عندنا ان احنا ما بنعملش يعني ما بنعملش الخيار بالشكل ده، بنعمله احنا ايه، يا اما مخلل يا اما بناكله كده، يا اما طبعا في سلطه والجو ده في جبنه. لا، المره دي بقى هنعمله حاجه جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. بس انا بصراحه مش حابه ان انا يعني ابوظ الفيديو، لا لازم تتفرجوا عليه وتشوفوه، ويا ريت يا ريت تتفرجوا على الفيديو للاخر، لان فعلا هتلاقوها مفاجاه وحاجه جديده ومختلفه واحنا مجربناهاش قبل كده. اهو انا شايفه ان الكميه دي كده كافيه ان احنا نعملها مع بعض. بجيب عندي البوله، بنزل طبعا بكميه الخيار اللي موجوده عندي كامله، وهبدا بقى احط عليه التوابل والبهارات اللي انا محتاجاها. طبعا التوابل والبهارات بتاعتي انا هحط له رشه كمون، لان انا بحب طعم الكمون فيه، والفلفل الاسمر وبابريكا. وايه، شويه ملح كده بصوت مش كتير. بصوا يا جماعه انا عارفه ان الاكله دي مختلفه علينا، بس المهم ان احنا نجدد ونغير في اكلنا عشان ما نزهقش. اللي مش حابب يعملها مفيش مشكله، بس يعني التغيير مطلوب. هبدأ بقى ان انا اقلبها كده. اهي بعد ما قلبتها كده كلها في بعضها وبقت بصوا كلها كده ايه، اخدت التتبيلة بتاعتها. ممكن تسيبيها شوية في التتبيلة بس عشان ما تتبلش معاكي اكتر من كده، انا يدوب املحها بس وابدأ شغل فيها على طول. بجيب عندي حوالي معلقة كده من الدقيق، مش هكتر، وابدأ ان انا اعفره كده بالدقيق عشان كل واحدة تكون محتفظة بالسوائل بتاعتها اهي بالشكل ده. اهو شفتوها كده عاملة ازاي، لازم تكون كلها متغلفة بالدقيق. انت حطي بقى الدقيق على قد ما تغلفيها كلها اهي. معلش بقى عشان الكاميرا انا مش عارفة اظبط ايدي اهي. شايفين بقى كده عاملة ازاي؟ طبعا اللي مفيهاش خليها تتملى كده برضو. بعد كده هضيف لها ايه تاني؟ هجيب عندي هنا كده بيضة، طبعا ما ننساش رشة الملح، رشة بسيطة جدا للبيض ما تكتريش، وطبعا سنة فلفل اسمر عشان خاطر الزفارة. وما ننساش طبعا البوانتي عشان نعرف نشتغل بيها.
هنديها تقليبه كويسه جدا. لو عندك بقى لبن يا ريت يكون افضل بكتير. اهي نبدا بقى ناخدها كده. طبعا هاخد من عندي هنا كده من يعني من التوابل اللي انا حطيتها والدقيق وكده للبيض. وبعد كده هجيب عندي ايه بقى، بتجيبي بقسماط مطحون متبل او تتبيله بانيه مثلا اهو كده. حاولي بقى تمسكيه كويس جدا اهو. بصوا بقى الطبقه عليه بقت قد ايه. هجيب بقى عندي طبق فاضي بالشكل ده وابدا ان انا ايه احطه. اكمل طبعا باقي الكميه بنفس الشكل. احنا عفرناه الاول بالدقيق، بصوا انا ما حطيتش فيه دقيق كتير، يا دوب بس عفرته بالدقيق مش اكتر. بعد كده نزلت عليه بخلطه البانيه او الفيجيتار او البقسماط، اي حاجه متوفره عندك. لو ما عندكيش ولا ده ولا ده ولا ده ممكن تجيبي، لو عندك مثلا عيش فينو ناشف ممكن او عيش فينو ممكن تنشفيه وتحطي فيه التتبيله بتاعتك وكده وتطحنيه طبعا كويس جدا وتعمليه، برده بيبقى جميل قوي وبيبقى كريسبي قوي. هكمل انا بقى باقي الكميه بنفس الشكل واوريكم كده شكلها بعد ما تخلص هتكون عامله ازاي. دلوقتي بقى يا جماعه انا خلاص خلصت الوصفه بتاعتي وبقت معايا بالشكل ده. انا عملتها كلها بالدقيق والتوابل والبهارات، كانت ملح وفلفل اسمر وبابريكا. لو انت حابه تحطي شطه اوكي مفيش مشكله، لو مش حابه براحتك. بعد كده حطيت لها معلقتين من الدقيق يا دوب بس مسكوا فيها شويه ومسكوا التوابل والبهارات اللي انا حطيتها. رحت حطها في البيض ومن البيض للبقسماط او الفيجيتار زي ما تحبوا. دلوقتي بقى هعمل ايه. عندي هنا الصاج بتاعي، ده بقى يا جماعه صاج الفرن العادي جدا. هبدا ان انا انزل بشويه زيت صغيرين جدا، مش هزود اهي كده. طبعا انا مش هحطه كله، انا هجربه لكم بطريقتين وانتوا تقولوا لي ايه رايكم في الطريقتين. هبدا ان انا ارص كده فيها، بسم الله، خليهم بعاد عن بعض بس شويه. هرص فيها الخيار بعد ما عملته اهي. طبعا انا مش هعملهم كلهم زي ما اتفقنا، هعمل لكم الباقي بطريقه تانية. بصوا بقى خلي دي كمان معاها اهي. هجيب بقى ايه شوية زيت على الفرشة، شوية صغيرين برضو، وابدأ ان انا ايه احطها كده يدوب اوزعها بس عليهم من بعيد مش من قريب كمان اهي. شوية بس زيت بس اللي وقعوا هنا اهو، ابدأ ان انا اعملها كده. لو عندك بتاعت الاسبراي اللي هي بترش زيت دي تبقى جميلة جدا بصراحة، لكن لو ما عندكش مش مشكلة، احنا هنعمل برضو كده اهي، بنبلها زيت من طبق حتى ولا حاجه ونمشي عليها كده يدوب زيت بسيط مش كتير. تعالوا بقى يلا نشوف الوصفه الثانيه هنعملها ازاي. اهي دي كده اول واحده. حابه بس اقول لكم الاول ان دي هتحطيها على في الفرن، هتشغلي اللي فوق واللي تحت، مش اللي تحت بس، اللي فوق واللي تحت تشغليهم الاثنين مع بعض. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني. تاني وصف، تاني طريقه بقى عندي. حطيت طبعا الطاسه على النار، الطاسه طبعا معايا سخنه، هنزل بالزيت. بصوا انا ما حطيتش زيت كتير عشان برضو تبقى خفيفه شويه. بعد كده هنزل بقى بالخيار بتاعي، بسم الله. اهو بالشكل ده كده. وهسيبها بقى على الجنب ده، وبعد ما تستوي انقلها على الناحيه الثانيه وتشوف شكلها يكون عامل ازاي. بصوا بقى حابه اوريها لكم هي عامله ازاي اهي. بتيجي تقلبيها عادي بتتقلب معاكي بسهوله جدا، وال يعني ايه الخلطه اللي انا حطيتها فيها كلها ماسكه اهي، مفيش حاجه اتفكت منها ولا اي حاجه. وطبعا في الفرن احنا سايبينها زي ما هي، النار شغاله عليها من فوق ومن تحت عشان برضو ايه تتحمر معايا شويه. بعد ما تخلص هطلعها واوريها لكم.
ودلوقتي بقى ده الخيار بتاعي بعد ما عملته. ده طبعا اللي كان في الفرن. هو اللي في الفرن بيبقى افتح شوية من التاني، لان التاني عادي انت بتحمريه في الزيت، لكن اللي في الفرن بحس يعني ان هو افتح شوية، وبيبقى بصوا من جوه عامل ازاي اهو، بالرغم ان احنا برضو حاطين له زيت. شوفي ده من جوه كده عامل ازاي اهو، وشوفي التاني اللي احنا بقى محمرينه. طبعا اللي محمرينه في الزيت اخد لون مستوي اكتر من جوه. عايزه بس اوريهولكوا، طبعا بيقرمش جدا. بيقرمش جدا وجميل جدا. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوه. ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.